عملنا اليوم فيديو بخصوص ل ستارتر، وكان عندنا مشكلة تاع ستارتر. السيارة بستارتر في ليسونس تمشي عادي، كي ترجع للغاز تقعد الديراتي. وهي اللي راح نسيبها معكم، كانت بعدا راني نوض فيها. مزال راهي بنزين، نخلوها تحنا ونشوف. نتبت على للترمينيت، وراهي الدور مازال توجور ليسونس. خليها هي عندها وحدة يحمل ماكارون دوغري ولا ترجع بال سير غاز. كانت عندي كي ترجع بالغاز تقعد ديرها تقعد تيرمينات، يطلع يهود يطلع يهود حتى تحبس. نخليو هنا الدور نحمو، كي تقلب غاز نسيبو. كمان نشوفو التيرمينات راه ينقص، عندنا زوج دقايق بليسونس التيرمينات راه ينقص. نخطف بها أقل كما نشوفو، شوية تحت الآخر هي سات سات سيكونت ريجيم تاعها عادي. وهاهي تحولت للغاز نروح، دوك كانت عندي من قبل كانت متقويش تقلب ليسونس، ما تبغيش تقلب غاز طول. نعاود نديرها ليسونس، نعاود نديرها غاز، هاي تفوت ديريكت. بون ها انا غادي نسير هاديك، رجع تورميت لبلاصتها. كنت كي نسير هادي هبرت تورميت يبقى يطلع ويهود. وهنا الحل اللي درناو، انا كنت شفت واحد يخدم الغاز، شفت بليطو واحد رحت عنده قال لي دي ما عندك والو، واحد قال لي الزانجيكتور، واحد قال لي السيرفو، واحد قال لي الستارتر ماشي دوريجين، واحد قال لي حبوبه الكحله، كل واحد واش يهضر. الحل وين هو؟ الحل لازم واحد يكون عنده سكانر دوريجين. باغ اكزومبل هذا لاندي رينزو يكون عنده سكانر دوريجين تاع لاندي رينزو، يفورماتي هذاك الميموار تاع الغاز، يعاود يبروغراميها. كي يعاود يبروغراميها السياره تاعك ترجع لبلاصتها. كي نطلق انا تبقى ديراتي، صح مازال راهي بارده، اللي يقول مازال ما طلعش مع راه البرد. هذه هي، ونخلوها تزيد تحنا ونوريكم. اذا ها هي بعد ما سخنت، ها هي في بلاصتها. هذا هو الريجين تاعها، دوريجين تاع الان كات ستارتر. هاي نقلب هاي الصوص، نعاود نقلب غاز، هاي تمتم تعاود تولي غاز. هذا هو فيما يخص الستارتر، ريكلاش تاع الستارتر، يعني ما يكذب عليك تا واحد يقول لك اودي لاخر ولا منا ولا منا. هذا هو المشكل، المشكل في البروغراماسيون تاعك، كي تركبها لازم تبروغراما. إذا ما تبروغراماش ما دارت والو، شغل ما ركبتش ستارتير وصاي. هذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتلاقاو في فيديوهات أخرين إن شاء الله.